حكايات قصص من واقع الحياة. بعد تهديد منى فاروق بالانتحار، شيما الحاج تتجاوز أزمتها بالخطوبة. احتفلت الممثلة شيما الحاج بخطوبتها على أحد كبار رجال الأعمال تزامناً مع عيد الحب. وارتدت شيما في حفل خطوبتها فستاناً أحمر بإطلالة جذابة، وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي دعوة خطوبة باسم العروس الفنانة شيما الحاج واسم العريس أحمد، قيل إنه رجل أعمال كبير دون توضيح أي تفاصيل. وقالت شيما الحاج في تصريحات صحفية إنها تنوي التفرغ لزوجها وبيتها بعد كتب كتابها مباشرة، معلقة: ناوية أتفرغ لجوزي بعد الجواز واخدمه بعيني. وعن كواليس خطبتها وعما إذا كانت عن حب، قالت شيما الحاج: حبينا بعض والحب ده رزق من ربنا، وكنت واثقة في عوضه، ودايما بقول إن ربنا بيبقى عنده الحاجة الحلوة. وهاجمت شيما الحاج الوسط الفني ووصفته بالمتعب نفسيا قائلة: أنا ما تعبتش نفسيا غير من الوسط الفني، لأنه كله صراعات وأنا ما بحبهاش والحمد لله. كان آخر ظهور للفنانة شيما الحاج على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك في أول تواجد لها بحدث فني بعد اختفائها، واختارت ارتداء فستان أسود مكشوف. وكانت شيما الحاج أثرت جدلا كبيرا بظهورها على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الأخيرة، وتعرضت لهجوم كبير من رواد السوشيال ميديا قبل أن تختفي أخبارها ولا تعود إلا بعد حالة التعاطف الكبيرة التي حدثت مع الفنانة منى فاروق، التي نشرت فيديو هددت من خلاله بالانتحار بسبب تعامل الناس معها بعد الخطأ الكبير الذي اقترفته مع مخرج معروف في قضية الفيديوهات الجنسية الشهيرة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى علامة الإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلك كل ما هو جديد. حكايات قصص من واقع الحياة.